لا مع واحد ثلاثة ديال الصحفيين كيعتبروا نفسهم هما الممثل الرسمي ديال الدولة، واخا واحد فيهم كان كيبان لي نسبيا فيه لطف ومعقولية، ولكن كيظهر لي هو التيار جرفه. اي والله يرحم ضعفنا. بسم الله الانسان اللي كان مشدود من السريفة ديال فليسات غالب الله. ولكن فاش جيت تكلم على التيار الذي يجرف، وتكلم على مشدود السريفه ديال الفليسات، هذا السيد رئيس الحكومه الاسبق القداميتي، هذا كيتسمى القذف. وقسما بالله لو كنت سميتيني وتكلمتي في ذمتي مباشرة، إذا كنت غادي نوقفك في المحكمة باش نشوفوا الراجل ديال بصح من الراجل ديال الكرتون. إذا كان شي حد جراه السري في هاد الفلوس السي بن كيران، كنحذف السي مرة أخرى، فهو أنت اللي كتبيدك وأنت اللي كتلحس الكابا باش يدوروا معاك، وأنت اللي كتبيدك وكتلحس الكابا باش يديروك الكار كورات، وانت اللي كتبيدق وكتلحس الكابة باش يعطيوك الطوموبيل بطريقتك. كتبيدق بطريقتك. اذا الا كان جرك سري في هاد الفلوس فعبدو ربي ما تعاودش تجبدو على فمك، والا مره اخرى قسما بالله حتى غنطليك وغنقلل معاك الحياة، لانك بالغتي وزدتي فيه وما لقيتيش شي واحد في البلاد يقول لك كنت حشم ابن كيران. كنت حشم لانك عيقتي الذمم ديال عباد الله ماشي رخيصه. ما يمكنش تكون انت في هذه البلاد اللي تجي تنقط لعباد الله. هذا نزيه، هذا شريف، هذا ولد الحرام، هذا باندي، هذا شريف. يا كنتي رئيس حكومه وكنتي راجل وديتيهم للحبس كاملين، ولا ملي دافعوا عليك السي بن كيران كنا رجال ذاك الساعه، ملي كانوا يداروا عليك الحملات ذاك الساعه ما كانش سري في هذه الفلوس كتجرنا، كنا نزهاء ذاك الساعه. حشومه السي بن كيران، وانا كنقول لك انت راجل شايب. كنت حشم، احترم العمر ديالك، احترم المكانة اللي كانت عندك. وإذا كنا كنوقروا وكان راعي شوية ديال العفة فنقي فمك شوية، نقي فمك. كتدعي المرجعية الإسلامية ما تبقاش اللي جابوا على فمك تقولوا، ما تبقاش تطعن في الذمم ديال عباد الله. يا هذا الراجل كون راجل غير مرة واحدة في حياتك، الله يرحم لك الوالدين. وكنعاود نقولها لك، هذا تحذير مني ليك قسما بالله، وتعاود تطعن في ذمتي مرة أخرى، إتا غنطليك. وبيننا القضاء، أما سيدي ربي غندعيك ليه وغتقلب. نهار المحاكمة ديال بصح غادي تجبد لك السمية ديال النقافة اللي تسمينا نقافات، اللي غتسمينا نقافات، والأمانة كذلك، والتقليد تاع دوك القيجية اللي جالسين كيصفقوا ليك. قال لك حزب سياسي واعر، انت كتخطب فيهم بحال شي امام وهما كيصفقوا لك بحال هكا، ولا واحد عنده الجرأة يقول لك حشومه عليك هادشي اللي كتقول، حشومه عليك تقطع في عباد الله. ما قلتي عليك حتى شي واحد في هذه البلاد غير اللي خفتي منه، غير اللي خفتي منه. وقرناك وقرا ابن كيران، عندك غرس اخنوش سير ضرب مع اخنوش اللي كنتي كتستعطف فيه انه يكون معك في الحكومه. عندك غرس دريس شقر سير عند دريس شقر. بيناتكم كديروا السياسه، تعاود تطعن في ذمتي قسما بالله تنطلق. طوينا الموضوع.